إذا مستمعينا اليوم في دوازتي نقترح عليكم السيجار بالقمرون، وغادي نحتاجوا في المقادير باش نوجدوا السيجار بالقمرون. أول حاجة غادي نحتاجوا ورقة ديال البسطيلة صغيرة، نص كيلو ديال القمرون مقشر، جوج ديال البصلات مشلضين، شوية ديال المعدنوس. في العطرية غادي نحتاجوا الملح، الإبزار، التحميرة والشونية الحارة، علبة ديال الشعرية الصينية الفيرميسيل، زلافة صغيرة ديال الزيتون خضر مقطع طريفات صغار. غادي نحتاجو قشور ديال نص حامضة مصيرة، وواحد زلافة صغيرة ديال الفرماج حمر محكوك. إذا غادي نعاود باش نوجدو سيجار بالقمرون، غادي نحتاجو قلنا في المقادير ورقة البسطيلة الصغيرة أكيد، وغادي نحتاجو نص كيلو ديال القمرون مقشر، جوج ديال البصلات مشلضين يكونوا شويه كبار، شويه ديال المعدنوس، وفي العطريه غادي نديروا شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، التحميره والشونيه الحاره. غادي نحتاجوا كذلك علبه ديال الفيرميسيل ديال الشعريه الصينيه، زلافه صغيره ديال الزيتون خضر مقطع لطريفات صغار، كذلك قشور ديال نص حامضه مصيره، والفرماج حمر محكوك، تقريبا واحد زلافه صغيره ديال الفرماج حمر محكوك. فالطريقه سهله باش نوجدوا السيجار بالقمرون، وكيجيو لذات بزاف، يعني كتجي فيهم طيبه ديال البسطيله ديال الحوت، واخا ما فيهاش الحوت وفيها غير القمرون، ولكن كتجي من السما. فقلنا غادي ناخذوا واحد المقله، غادي ناخذوا ديك جوج بصلات، غادي نشلضوهم رقيق، وغادي نديروهم مع شويه ديال الزيت البلديه، ونخليهم يتشحروا مزيان هذيك البصله. ملي كتقرب البصله كتنزل، عاد كنضيفوا داك القمرون اللي خديناه وغسلناه مزيان وقشرناه. غادي ناخذوا القمرون وغادي نضيفوا البصله، يعني بعد ما نزلت شويه، يعني اول حاجه في المقله كنديروا شويه ديال الزيت البلديه، ونخليو هاد البصله كتشحر مزيان. وملي كتبدا تنزل البصله، عاد كنضيفوا نص كيلو ديال القمرون منقي، وكنحركو مزيان على عافيه شويه مجهده باش يطلق كاع داك العصاره ديالو، داك الماء ديالو. من بعد ملي كيتخلط مزيان، عاد يعني كناخذو، كنكونو خدينا ديك العلبه البكيه ديال الشعريه الصينيه ديال فيرميسيل، كنرطبوها اما في الماء سخون اولا كنرطبوها في القشور ديال القمرون، يعني نقيو القمرون هو اللي غادي نديروه في المقله مع البصله، وهذوك القشور فاحنا نديرو مع ورقه موسى، ونخليوهم يعني مع الماء حتى كيغلي مزيان، وكديك العصاره وكل هذوك المواد اللي كاينين في القشور ديال القمرون كيطلقوا في هذاك الماء. من بعد كنصفيو القشور من الماء، وكان هذاك الماء هو اللي كنضيفوه للشعريه الصينيه، ونخليوها ترقد واحد شويه. من بعد نسقطروها مزيان، قطعوها بالمقص ما تبقاش طويله باش نحلوها شويه. ملي كتسقطر مزيان كنضيفوها المقله اللي فيها الزيت البلديه مع مع القمرون ومع البصله. ممكن هذيك ورقه موسى حتى هي نديروها في المقله كتنسم، وكنخلطوا مزيان، كنحركوا مزيان. عاد من بعد فحنا كنفرغوا هذا الخليط من المقله، كنديروه في واحد الاناء باش يبرد، وكنضيفوا عليه العطريه، يعني كنديروا شويه ديال الملحه، عندنا ميزانه بالنسبه للملحه، كنضيفوا شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره، وشويه ديال الشونيه الحاره، كنخلطوا مزيان، كنضيفوا عصير ديال الحامض، كنعاودوا نخلطوا، وعاد كنضيفوا ديك زلافه صغيره ديال الزيتون مقطع طريفات صغار، مع واحد القشور ديال نص حامضه مصيره حتى هي مقطع رقيق، ومولاكم الاختيار. الى عندنا الشامبينيون الاسود، يعني شامبينيون نوار، ولا الفطر العادي، ممكن حتى هو لان الفطر الاسود كيترقد في الماء اولا في هذاك الماء ديال القمرون، ونهزوا مزيان حتى يتصفى، وعاد كنقطعوا طريفات صغار. ولا ما عندناش هذا الفطر الاسود، ممكن على اننا نضيفوا الفطر العادي المعلب، غير هو نغسلوه مزيان من هذاك الماء اللي تيكون في العلب، ونسقطروا مزيان، قطعوا لطريفات صغيرين، ونضيفوه للخليط ديال البصله مشحره مع القمرون مع الشعريه الصينيه مع الزيتون خضر مقطع لطريفات صغار مع القشور ديال الحامض حتى هي مقطع رقيق، والعطريه كيف قلنا الملح البزار، شويه ديال التحميره الحلوه والشونيه الحاره، وشويه ديال عصير الحامض، وكنضيفوا المعدنوس، وكنخلطوا مزيان حتى كيتخلط هذه المقادير كلها. عاد في اخر مرحله كنضيفوا داك الفرماج حمر محكوك، كيتخلط كل شيء مزيان، والحشوه عندنا واجده، لكم الاختيار، اما نديروهم على شكل سيجار في الورقه الصغيره، اولا نديروهم على شكل يعني بريوات كبار، كيبقى الاختيار ديالكم. ومن بعد كنستفوهم في لاطه ديال الفران، من يكون افضل اننا نستفوهم في لاطه ديال الفران، وندخلوهم يطيبوا ويتحمروا مزيان،
اولا نقليوهم كيبقى الاختيار ديالكم، ومباشره في طبق التقديم كناخذوا كل سيجاره وكناخذوا دوك الورقات ديال الغص الخس كنغسلوهم مزيان نشفوهم، وكل ورقه ديال الخس كنديروا في الوسط ديالها هاد السيجار وكنزينوا سواء بشويه ديال الكاتشوب ونرشوا بشويه ديال الخشخاش البافو، اولا ممكن على اننا نديروا طريف ديال الحامض هكا رقيق مع واحد القمرونه اللي نخليوها للتزيين ونرشوا بشويه ديال المعدنوس، اولا ممكن نديروا شويه ديال طرف مربع ديال الكاشير مع زيتونه خضراء مع اي نوع يعني ديال سواء بقى عندنا شويه ديال القمرون اولا فرماج احمر هكا على شكل مربعات نديرهم في الكوردون. فبالنسبه للتزيين كيبقى اختياري ولكن كيفتح الشهيه وبالصحه والراحه.